أطفالنا ذكية وبتفكر وكلامها جميل زي السكر، تفهم وتناظر وتناقش، والغامض بتعرف ألغازه. طبعا ما هي دي نماذج أطفالنا. صباح الورد والسعادة، صباح الخير على كل كتاكيت الحلوين. فقرتنا النهاردة دردشة مع ماما حنان، ويلا بينا نرحب بفاطمة وأحمد وعمر. صباح الورد والسعاده والجميل. صباح الفل والسعاده. صباح الفل. الله، استنوا بنسمع احمد. ها، صباح الفل ايه؟ يا حنان. الله الله، صباح السعاده عليك يا عمر. صباح السعاده يا روحي. صباح الفل على حبيبتي فطوم بطوط. صباح الفل يا حنان. صباح السعاده. النهارده هفتح مع اطفالي باب الدردشه واشوف نظرتهم للموضوعات هتكون ازاي. ويلا بينا نبدا باول موضوع، الاجهزه. بص يا احمد، وانت بتاخد وضعك على الكنبه، بص كده وانت قمر. عايزه في البدايه كده اسال سؤال، مين اللي اختار ديزاين اللبس؟ ماما. جميل ومسكر. وعايزاك لما تروح لمامي تقول لها ماما حنان عجبها قوي الطقم. خلاص. وطبعا عمر مسكر وحبيبتي فطوم مسكره. ولكن شهاده حق في البدايه قبل ما نتكلم في الدردشه بتاعتنا، انا كنت خايفه من كائن قاعد على الكنبه. تقولوا لي مين الكائن ده؟ أقول لكم سبحان الله اسمه أحمد. ليه؟ عشان صغنن. لكن أول ما دخل قعد يتكلم معايا وفتح الدردشة قبل ما نطلع على الشاشة. عشان كده أول سؤال هسأله للزئرد الجميل، بتعمل إيه في الأجازة يا أحمد؟ بحفظ قرآن. بتفسح. الله. قولهم بسرعة قبل ما تنساهم. بنقرأ كتير. بنقرأ كتير. بنشر أقارب. الله، نزور أقارب جميلة قوي. بنشوف برامج. استنى استنى، مش هسيبها لك. بتشوف ايه؟ برامج. برامج مسكر. انا مش بتنمر عليك، بس الطريقة اللي طالع بيها الحروف عايزة تتقرقش كده. خلينا اروح لفطوم واقول ان احمد قال شوية حاجات كتير كده. عايزة اعرف انت في الاجازة الجدول بتاعك ايه؟ بتنظميه ازاي؟ انا فسح. رحت. بتحبي تتفسحي؟ صح؟ بتحبي تروحي فين في الاجازه؟ بحب اصيف. وبحب اروح النادي. الله. وبحب اقرا قران. تروحي النادي بقى علشان تلعبي رياضه وفي نفس الوقت برضو بتغيري جو. صح كده؟ ايوه. طب نروح لحبيبي، طب احنا لسه ما خلصناش الرغي في الكلمتين بتوعنا. نروح لحبيبي عمر. برضو انت بتحبي تعمل ايه في الاجازه؟ يعني احنا اول ما بناخد الاجازه اول حاجه بنعملها. الصوت مختلف خالص، بسم الله ما شاء الله. اول حاجه بنعملها ان احنا بنسافر عند قرايبنا في اسيوط. بروح اشوف قرايبي وكده يعني، و يعني بفرح انا بصراحه لما بروح عند قرايبي وكده، عشان اللي هو ايه، بشوفهم مره كل سنه يا روحي. الحاجه دي بصراحه يعني بتبسطني جامد. حلو قوي. انت بتحب تزور قرايبك في الاجازه؟ بتجدد طاقتك كده لما بتروح البلد وتشوف بقى قرايبك وتقعد معاهم وتتدفى بيهم كده، لان احساس حلو قوي قوي يا فطوم. اكيد طبعا انت بتحسي بده وانت قاعده في وسط اهلك واحبابك. صح؟ طب ما احنا ممكن برضه